السلام عليكم سي مجلول، باعتباركم رئيس اللجنة الطبية التي حلت بمدينة تنغير، بغيتكم سي مجلول تعرفنا أولا شنو هذه الجمعية والعمل اللي ستقوم به. بسم الله الرحمن الرحيم. بن جلون عبد العالي، رئيس جمعية الرعاية للأعمال الاجتماعية والثقافية بالدار البيضاء، وممثل مؤسسة البصر الخيرية العالمية الموجودة في الخبر بالمملكة العربية السعودية. أنا بصفتي ممثل لهذه المؤسسة تابع لإدارة موجودة في السودان، الإدارة الجهوية التي تدير كل شؤون إفريقيا موجودة في السودان في الخرطوم. إذن عينت لي واحد اللجنة من الأطباء اللي كتجي للمغرب باش كتقوم بعملية زراعة العدسة بعد إزالة الجلالة من العين. دخلت مؤسسة البصر الخيري العالمية للمغرب منذ سنة 2010. بدأنا بمدينة العيون في الصحراء الحبيبة، ثم رحنا إلى طنجة، ومنها إلى أزمور، ثم إلى ثلاث سيدي بنور، فأسفي، فاليوسفية، فتردانت، وأتينا إلى ورزازات التي كانت هي تاسع محطة لهذه المؤسسة. ونحن الآن متواجدين بمدينة تنغير، بهذا الإقليم تنغير، حيث هي المحطة العاشرة إن شاء الله. ثم بعدها عندنا محطتين أخريتين، هما إيمين تانوت بشيشاوا، ثم دار بوعزة بإقليم النواصر. وقد قمنا الحمد لله بإجراء 3000 عملية جراحية للثمان مخيمات الماضية، وفي ورزازات قمنا بإجراء 456 عملية جراحية. ونحن إن شاء الله تعالى بمدينة تنغير نقيم عدد العمليات التي ستجرى ما يناهز 400 عملية جراحية إن شاء الله. نستقبل المريض فيها. أما بالنسبة لمدينة تنغير التي وصلنا إليها البارحة يوم 3 نوفمبر، حيث وضعنا كل المعدات اللازمة لإجراء هذه العمليات، الطاقم الطبي الذي يرافقنا متكون من 6 أطباء أجانب وطبيب مغربي، عندنا أدوية نوزعها على المرضى الذين لا يحتاجون إلى عملية جراحية، ثم نوزع نظارات لتصحيح النظر لمن ليس لهم حاجة إلى العملية الجراحية. أما بعد العمليات الجراحية فنقوم بتوزيع أدوية ثم نظارات شمسية حتى لا تؤذى عين المريض، ونعود مرة أخرى لمراقبة تلك العملية بعد شهرين. الطاقم الطبي الذي زار المنطقة يأتي مرة أخرى لمراجعة هؤلاء المرضى حتى يرخف الأمور مرة بحمد الله. إذن وجدنا هنا بمدينة تنغير أن السلطات المحلية الحمد لله قامت بكل الواجبات من استضافة الطاقم الطبي ومن معه. وجدنا وزارة الصحة كذلك أعطتنا كل المعدات، كل المستلزمات من غرف ومن قاعات عملية جراحية. أما نحن فعندنا آلة الفاكو، نأتي بآلتين معنا، هذه آلة الفاكو هي آلة أمريكية لجراحة العيون، واثنين ميكروسكوب لجراحة العيون. نأتي بمعداتنا، نأتي بأدواتنا، نوزع الأدوات، نوزع الأدوية، نوزع النظارات، نوزع بطاقات لحتى نعرف كل مريض برقمه، يكون معه بادج عند دخوله إلى المستشفى، وعند رجوعه للمراقبة يكون بنفس البادج. شكرا سي مجلود، وتنحييكم بزاف على هذه العملية، وشكرا لكم لأنكم تضيئون الطريق لمجموعة من الناس الذين يعانون من ضعف في البصر. شكرا أستاذ، شكرا للجمعية، ورسالتكم الأخيرة أستاذ. نسأل الله يتقبل منكم صالح الأعمال، وهذا العمل فهو خلاص لوجه الكريم من جمعية معروفة في السعودية تقوم بهذه الأعمال الخيرية الحمد لله، ونحن نمثلها بالمغرب، وكلما استطعنا إن شاء الله تعالى إلا وأتينا بها لتقوم بدورها حتى نمر على كل أقاليم المملكة المغربية الحمد لله. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا لكم.
سماكم سي مصطفى، باعتباركم رئيس المستشفى باقليم تنغير، ما هو الخصص الذي يعاني منه المستشفى في هذا الاطار؟ تفضلوا. كما لا يخفى على الجميع ان مندوبيه وزاره الصحه بتنغير هي مندوبيه اللي حديثه العهد، و يعني تعرف بعد الاختصاصات غياب بعض الاختصاصات وعلى راسها طب العيون، وكان المرضى يعني يذهبون الى يتم توجيههم الى مندوبيه ورزازات او الى مندوبيه الرشيديه للقيام بعمليات جراحيه وفحوصات. اليوم بحمد الله زارتنا قافله طبيه متكونه من عناصر متمرسه وجاءت باحدث الالات للقيام بهذه العمليات الهامه التي يعني من المنتظر ان نقوم باكثر من 400 عمليه جراحيه، وان شاء الله يعني الصدى الطيب الذي تركته هذه الجمعيه بورزازات يعني جعلنا ننتظر بفارغ الصبر للقيام بهذه الحمله بتنغير ولاستفاده الساكنه على العموم. نعم سير، شنو هو رسالتكم او الميساج ديالكم في اطار طب العيون الساكنه؟ يعني الساكنة يعني نريد أن نبعث برسالة إلى الساكنة، هو أن المندوبية لوزارة الصحة يعني دائما تطلب بتعيين وتوظيف أطباء في جميع الاختصاصات وعلى رأسهم طب العيون، ونقول للساكنة يعني أن الوقاية هي خير من العلاج، وبأن أي إنسان مصاب بمرض يمكنه أن يتوجه إلى المراكز الصحية وسيتم تسجيله، ويعني سنقوم سواء بتوجيه إلى المراكز الاستشفائية أو سنطلب من الإخوان بزيارتنا مستقبلا، ويجدون أن هذه المرضى موجودون ويقومون بعمل أحسن. شكرا.